السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. سوف نشاهد في هذا الفيديو الضمائر الشخصية في محل مفعول به غير مباشر، وهذه الضمائر هي م ت لوي نو فو لور. ونبدأ بالضمير الأول ونأخذ هذا المثال: tu écris à moi، تصبح الجملة tu m'écris، ومعناها أنت تكتب لي. Tu m'écris une lettre، انت تكتب لي رساله. وبالنسبه للضمير ت ناخذ هذا المثال il répond à toi، تصبح الجمله il te répond، هو يجيبك. ومثال اخر il te répond à tes questions، هو يجيبك على اسئلتك. اما بالنسبه للضمير لوي فهناك عده حالات وكلها تعوض بالضمير لوي، ولكن يجب أن يكون مفرد وشخص عاقل ولا فرق بين المذكر والمؤنث. ونأخذ هذه الأمثلة: je téléphone à lui، أو à elle، أو à Pierre، أو à Julie، اسم علم مؤنث، أو à mon frère، أو au professeur، أو à la copine، أو à l'ami. كلها تعوض بالضمير لوي وتصبح الجملة جلوي التليفون، ولا نعرف هل هو مذكر أو مؤنث. وننتقل إلى الضمير نو، نأخذ هذا المثال il donne à nous، هو يعطينا، تصبح الجملة il nous donne. الضمير vous، نأخذ هذا المثال elle prête à vous، تصبح الجملة elle vous prête، ومعناها هي أقرضتكم. أما بالنسبة للضمير الأخير وهو الضمير leur، فيمكن استعماله في عدة حالات، منها à eux، à elle، à mes amis، aux élèves. ونأخذ هذا المثال nous montrons à eux، وتصبح الجملة nous leur montrons، ومعناها نحن نوضح لهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من المعلومات. إلى اللقاء.